للمشاهير مصالح، قالها ابو حميد ويفكرهم كلهم مصالح. ممكن يتحتتوا لواحد واثنين يلهثون وراء المال، يلهثون وراء الشهرة، ويفكر ان كل المشاهير نفسهم. تفكيرك خطأ اذا كذي تفكيرك. للعلم في مشاهير رجال، وما تغريهم بمال ولا تغريهم بلايكات او متابعات او مشاهدات. رجال ارزان، مستحيل تغريهم بمال وتقولهم تعالوا رجول يهني، تعالوا رجول يهني. اذا هم ما فيهم قناعة داخلية انهم يجونك ما بيون. كل المشاهير هذا التعميم خطأ. اذا كنت في مقابلة او مكان ما تعمم يا ابو حميد. صداقة المشاهير مصالح تتفق أو تختلف؟ نعم نعم. بتزيد السؤال. أنت قلت لي نعم أو لا. نعم. هل شعرت بها من خلال مواقف شخصية؟ نعم. الأغلب يعني يتعامل معك لمصلحة معينة. لما ينتهي وقتها؟ انتهى موضوع الصداقة. وصلت. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.